مع الدجاج. غنحتاجو لهنا جوج بطاطايات كبار يكونوا مسلوقين، ولكن نسلقوهم غير ماشي تيهراو، يعني غير يكونوا مازال قادين في بعضياتهم، غير يكون بحال الشكل ديالي الا غنديروا شي سلطه. هنايا عندي طريف ديال الدجاج سلقتو مع شويه المليحه والبزار والثومه، وشديتو طحنتو في مولينك الصغيره. عندي هنايا شويه المليحه، بزار، ثومه غبره، وعندي هنايا فورس، جوج بيضات ولا شابلور. وهنا عندي فرماج مقطع، راه داك اللي مربع قطعتو لطريفات، درتو في الثلاجه حتى شط فراسو مزيان وقطعتو لطريفات. يمكن لكم تستعملوا هذا ولا اللي بالنكهه ديال الثومه ولا اللي بغيتو. انا نستعمل غير المربع، ما نستعملش هذا. نبداو ان شاء الله ناخذ شي اني نديرو فيها البطاطا ديالنا. ندير الدجاج، الدجاج كنطحنو حتى كيولي لينا بحال العجينه، بحال هكا، ماشي يبقاو لينا طريفات، يبقى بحال هكا عجينه. شويه ديال المليحه، وشويه ندير شويه البزار، صافي، ونخلطهم مزيان يدينا يتجانسوا مع بعضياتهم مزيان. بعد ما تخلط الخليط ديالنا مزيان، ناخذ هنايا البيض اللي غنستعملو غنضربو شويه، ندير منو غير شويه لهاد الخليط باش يتجمع شويه فقط، صافي، ونخلطو مزيان. بعد ما خلطنا الخليط مزيان، ناخذ البيض ندير ليه شويه ديال الابزار، نصفو ندير ليه شويه لبزار، ندير ليه شويه ديال الليح، وندير ليه شويه ديال الثومه غبره، ندير غير شويه ديال الثومه غبره. دابا غنبداو نشكلو الكوارات ديالنا، ناخدو شوية من الخليط، بغيتو ديرهم كبار ديرهم كبار، بغيتو ديرهم صغار على حسب نتوما. ناخدو هنا شوية من الخليط ونديرو وسط منو فرماج، يمكن ليكم تستعملو أي فرماج حتى المثلث، يقدر تستعملو شكلو كويرة. نديروها في الدقيق هو اللول، ندوزها في البيض، تمشي حامية، ندوزها في البيض مزيان بحال هكا، نديروها في لاشابلور، حاولو لي بلي استعملناها في لاشابلور، مستعملناهاش في دقيق البيض. الا بغيتو لي كروكيت ديالنا تجي داك الطبقه ديالهم مقرمشه ويعني وباينه، نعاودو لي البيض جوج مرات، نعاودو نديروها في البيض، يعني من بعد ما درناها في الدقيق والبيض ولا شابلو، نعاود ندوزها في البيض، وعاد نعاود ندوزها في شابلو. فاش كديرو هنا في لاشابلور في الاول، هنا يمكن انها ما تقادش ليكم يعني الشكل ديال الكويره، هنا من بعد ما كندوزوها في لاشابلور كلينا نكوروها مزيان باش تجينا ديك الكويره مزيانه وكوره مزيان، صافي، ونحطها في البلاطو ديالي. انا نكمل هاد الكميه اللي عندي كامله ومن بعد نتلاقاو. ها
هما ديك خوكات ديالنا من بعد ما دوزنا في الدقيق وفي البيض وفي لاشابلون. بالنسبه للبيض يمكن لكم ديروا قطره ديال الحليب او قطره ديال الخل. انا نسيت كنت درت قطره ديال الخل ونسيت ما قلتهاش لكم باش تحيد لينا ديك الزفوره ديال البيض. بالنسبه للناس اللي ما كتعجبهمش الزفوره ديال البيض. بالنسبه للشابريغ كنظن كاع الناس كيعرفوا كيفاش يوجدوه من بقايا ديال الخبز اللي كيبقى عندنا ولا الباريزيان ولا المهم الخبز اون جينيرال. كنشدوه كنديروه كنقطعوا طريفات صغار وكنحطوه في شي لاطا فوق ما شعلنا الفران كطيبنا فيه شي حاجه كنردوه في الفران ونبقاو نهزوه ونردوه دي واحد 3 ايام تيبان لينا قصاح. المهم نبقاو نديرو في الفران من بعد ما نكونو ديجا طيبنا فيه شي حاجه ونطفيو عليه وندخلو داك الخبز. من بعد ناخذو مولينكس نطحنو فيه مولينكس صغيره بيان سور. هذا بالنسبه للشابلو. انا دابا باقي ما غنطيبهمش. دابا انا ندخلهم للمجمد حتى الوقت اللي غنبغي نطيبو ونخرجو نغطيهم بالسلوفان ولا بشي حاجه بحال هكا بشي بلاستيكه ولا شي حاجه وندخلوهم للمجمد. هادو يمكن ليهم يباتوا بحال هكا في الثلاجه ولا يبقاو شحال من نهار بشرط ان الدجاج نكونوا ماشي ديجا كان عندنا في الفريكو يكونوا يلا جبناه الا بغيتو تجمدوه بشحال من نهار. بالنسبه لغير بحال هكا واحد المده قصيره ومن بعد تخرجوه فيمكن لكم ديروا الدجاج واخا يكون ديجا مكونجلي. انا هنا دابا غندخلهم للفريكو واحد شويه. المهم بما غادي نبدا نطيبو يمكن لكم حيت هكا كيشدو شويه راسهم ما كيبقاوش مطلوقين بحال هكا ويمكن لينا نطيبوهم كيجيو احسن. دابا انا غندخلهم للفريكو من بعد نطيبو الكروكيت ديالنا من بعد ما خرجناهم من الفريكو. انا درت دابا الزيت باش تسخن الزيت يكون شويه ديروه في شي انيه تكون صغيره وديروه يسخن مزيان. وانا الزيت دابا درتو حتى يسخن درته في انيه صغيره باش الزيت يكون عندي يكون غارق شويه باش يطيبوا فيه مزيان. دابا انا غنبدا نطيبهم ومن بعد نشوفوا الشكل النهائي ديالهم ان شاء الله. ها هما لي كروكيت ديالنا فهما كيجيو رائعين ولذيذين كيجي داك الفرماج ديب من الوسط ديالهم. كنتمنى تجربوهم ولا بغيتو يوصلكم كاع لي فيديو جداد اللي كنزل تابوناو معنا في لاشين وديرو جيم. بالصحه والراحه.